انطلقت إسرائيل إلى معركة انتخابات مبكرة مفصلة على قياس رغبات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ومصالحه، وفي الموعد المريح الذي اختاره لها يوم 22 من كانون الثاني السنة المقبلة لتكون مدة المعركة الانتخابية قصيرة، فلا يتمكن خلالها خصومه من ترتيب أوراقهم، ولا يتمكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في حال انتخابه لدورة ثانية من الانتقام منه والعمل على إسقاطه بسبب تدخله في المعركة الانتخابية الأمريكية. نحن في حال خطر، والنووي الإيراني خطر كبير، ولا يستحق كل من يستخف ويستهين به أن يتولى إدارة الدولة حتى ليوم واحد. هذه الانتخابات لم تكن ضرورية على الإطلاق، والحجة التي تضرع بها نتنياهو بأنه لم ينجح في تمرير الموازنة تبدو حجة واهية. الميزانية القادمة الإسرائيلية ستكون ميزانية فيها ضربات اقتصادية هائلة على الطبقات الوسطى والفقيرة بسبب الأزمة التي تعبرها إسرائيل. نتنياهو يريد أن يخوض الحرب قبل الضربات من أجل أن يكسب الثقة وبعد ذلك يضرب الفئات الفقيرة. هو يريد أن يذهب إلى الانتخابات قبل الضربة لأنه يعرف متى تبدأ الضربة ولا يعرف كيف تنتهي ومتى تنتهي. نتنياهو بدا واثقا من نفسه ومقتنعا بأنه سينتخب من جديد رئيسا للحكومة، لكن خصومه لا يستسلمون لليأس ويبذلون جهودا كبيرة لتوحيد الصفوف، ويديرون حملة ضغوط غير مسبوقة على رئيس الحكومة السابق أهود أولميرت حتى يترأس تحالفا واسعا لأحزاب الوسط الليبرالي. فأولميرت الذي أطيح به من منصب رئاسة الحكومة بتهمة الفساد وتمت تبرئته يعتبر الشخصية الوحيدة القادرة على مجابهة نتنياهو وإلحاق الهزيمة به حاليا. 60% من الإسرائيليين قالوا باستطلاعات الرأي أنهم غير راضين عن أداء نتنياهو وسياسته، ولكن بغياب منافس حقيقي له يجمع المراقبون أنه سيفوز من جديد. أمال إشحادي من مدينة حيفا.